احنا عملنا مع بعض حكاية غرفة. حكاية غرفة تحكي لنا كده علي. والله حكاية غرفة هم لما قالوا لي ان احنا عايزين في اسكندرية, قالوا لي عايزين, هم كانوا شافوا يعني حاجات ليا وقالوا لي عايزين نخرج حاجة عن تاريخ غرفة اسكندرية, الغرفة التجارية في اسكندرية. هي مبنى مشهور جدا, ممكن الناس كلها تكون عارفاه وشايفاه, بس ممكن ما يبقاش عارفه ده مبنى ايه. بديع اللي هو في محطة الرمل. ايوه. فقالوا لي عايزين نعمل فيلم عن الغرفة التجارية. فطبعا الطبيعي اي هيبقى اي تفكير ان خلاص نعمل فيلم, مثلا فيلم تسجيلي او حاجة, عشان عندهم احتفالية بمناسبة مرور 100 سنة. الكلام ده 2022. مظبوط. ف بمناسبة مرور 100 سنة, ان هو كان 1922. فلما قلت طب هي 100 سنة فمش هعمل بقى فيلم عادي. فعرضت عليهم ان احنا فكرة, يعني ان احنا نعمل فيلم دراما تاريخية يحكي الحكاية بتاعت, ويبقى ما بين الماضي والحاضر, يعني الحكاية بتاعت 100 سنة اسكندرية من خلال المبنى ده اللي هو الغرفة التجارية. فاتحمسوا للفكرة. فكان بقى طبعا ايه, انا برضو قلت اصعب الموضوع شوية على نفسي بحيث انه يبقى اوريجينال. فقلت لازم كل الـ الناس اللي قدام الكاميرا, كل الكاست, كل الممثلين يبقوا اسكندرانية, يبقوا شطار واسكندرانية الاتنين مع بعض. هو اصلا اسكندرية كلها فنانين يعني. فكان بقى المهم مين اللي بتبقى البطلة الرئيسية للفيلم. فانا طبعا يعني انا شايفك وعارفك من ساعه ما اتكلمنا في وسام لاون, وشايفك قدام الكاميرا, انا شايف ان انت ممثله شاطره جدا. انا شايف كده بس ما جربناش حاجه, بس هو يعني اي مخرج يعني من اول اساتذتنا الكبار لحد الخريجين الشباب بتوع معهد سينما, بيبقى العين بتحس بالشخص هو بيعرف عنده البوتنشال ولا لا. واخدت معاك الورك شوب كمان فاكر. فطبعا كان دي كانت من ايام فستان ملون انا في عندي ان ده موجود. وبعدين بقى حته الاكتنج ورك شوب برده بقدرات, يعني انت ما شاء الله عليك, يعني مش احنا انت قاعده كمذيعه دلوقتي طبعا, بس وشيف كبيره جدا قد الدنيا, بس انت مصريه شاطره قوي قوي يعني. تسلم. فكان بقى نرمين هانو بقى, انا ما كنتش اعرف بقى ان انت كمان اسكندرانيه. هي دي بقى الحته لما اتكلمت معاكي في وسط الكلام تري اسكندريه, قلت بس خلاص كده, هي نرمين هانو هي اللي هتبقى بطله الفيلم ان شاء الله. لا, كان دور لذيذ قوي, استمتعت بيه قوي. وانت بالدور ده الحقيقه حققت لي حلمين. اول واحد طبعا يعني ان انا نفسي امثل, فيعني انت الحمد لله حققت لي الحلم ده. التاني ان انا ادخل مبنى الغرفه التجاريه, لان انا عارفاه من وانا صغيره في اسكندريه, بشوفه كل ما نروح محطه الرمل بشوفه يعني, ومعجبه بيه جدا, ودايما احلم يا ترى من جوه شكله عامل ازاي, يعني اللي هو كان نفسي ادخله واشوفه من جوه. انت حققت لي الحكايه دي. هو نفس اللي حصل لي لما قالوا لي هم قالوا لي الغرفه التجاريه, فانا مش عارف ايه الغرفه التجاريه. انا كنت بشوف المبنى ده في الصور وفي الفيديوهات بتاعت اسكندريه, بس مش عارف ده ايه. فلما رحت وانا داخل كده, فانا فاكر انا هدخل مبنى تاني, فقالوا لي هو ده. قلت ايه ده, هو ده المبنى اللي انا بشوفه. هو ده من ساعتها بقى كنت يعني في المره الاولانيه قبل ما اعرض عليهم فكره الفيلم. فلما اول ما شفت المبنى قلت بس لا, ده لازم يتعمل عليه حاجه مختلفه. الحقيقه كان لذيذ قوي, كانت اكسبيرينس حلوه قوي, تجربه جميله. لازم تنطلق في عالم التمثيل بقى يا نرمين, يعني انت ممثله شاطره جدا بجد. ميرسي والله, دي شهاده اعتز بيها. والله ثانك يو.